السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 كتير. وحشنا التحديات معاهم. اه والله يا جماعه، بص النهارده الترابيزه منوره، صح يا علي؟ هو اكيد الترابيزه منوره، بس ما زي ما تقول ايه امبارح قال لك احنا نفسنا نتغلب فجايين نتغلب. بقالنا زمان ما اتغلبناش. قلنا نيجي نغلب، نيجي نتغلب. اهم حاجه ما تنسوش اللايك بقى للفيديو ده. ايوه، عشان ايه؟ هيبقى ضرب نار ده في حاجات هنقضي عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه. معانا ايه؟ وروا الصينيه بتاعتكم. اتفضل انت. كل فريق صينيه فته كبيره. احنا يا جماعه بناكل الفته من غير طماطم، من غير دمعه. دي سخنه. وصينيه بطاطس مولعه نار. هم نصها واحنا نصها. فيها 2 كيلو لحمه. شايفين اللحمه عليها قد ايه يا جماعه؟ هما هياكلوا 2 كيلو لحمه واحنا ناكل بطاطس. ماشي. انا جاي متحمسه. هما بيسهلوا لنا الامور. علي الموضوع عايز حماس جامد. اتفضلوا معانا يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله. شفت حد متحمس زي كده؟ تصدقوا احنا ممكن نعمل اجيب لك بطاطس؟ لا. بصوا التحدي على اللحمه مش على البطاطس. كنت لسه هقول. تمام؟ مع الفته هتبقى صعبه. هي حلاوتها بالبطاطس. ما عادي يعني، اللي ياكل ياكل براحته. صح كده يا جماعه؟ صح. صح كده يا جماعه. صح يا جدعان. فته بالخل والثوم بقى يا جماعه، ايه؟ تستاهل بقكم. عشق علي واخويا. طب كويس. لكن بقى ام احمد بتحب صينيه البطاطس معاه. قال لك فوت بقى وريني شطارتك. خش يا وائل. لا لا. بيقول لك وريني شطارتك. يا عمي احنا ما بنتكلمش كتير. هما بياكلوا بس. احنا بقالنا كم يوم كم مره كنا بنكسبهم. خلاص ما عندوش افكار. احنا لا اطوال. هنشوف. جماعه بالله عليكم اللايك يا جماعه، فين اللايك؟ يعني حوارات توينز ما يستاهلوش لايك. والله. صينيه البطاطس الحلوه دي ما تستاهلش 100 لايك. قول كده. رحمه الله. بطاطس. انا كل لحمه وانت كل الفته، ايه رايك؟ ليه بقى؟ انت كل اللحمه. ليه بقى؟ عشان انا معدتي تعبانه وخايفه من الخل. وهم ده مستعلفين راجعين، وهم الخل كتير عشان الكل بيحب خلاها كتير. احنا جعان بقوه. انت خليتيها خل. خلاها كتير؟ بقول كده. قلت كتير عليك يا ابو احمد. لو كتير ما تاكلش. لحمه. دي لحمه. بيخوفنا يا عم علي. شوش. كل. انت هفتان. من زمان ملناش تحديات. فاكره يوم الفسيخ اما قلت مفيش توافق في التحدي؟ النهارده مفيش توافق عشان انت عارفه ان معدتي وجعاني قوي من قبل التحدي. يعني يا جماعه احنا كسبانين كسبانين. لا معايا لولي. ماشي. هنشوف. مش هيحصل يا جماعه. فاكرين الحوت يا جماعه؟ هنشوف الحوت ولا الاسد؟ الحوت طبعا. انتوا عارفين طبعا يا جماعه. انتوا عارفين مين؟ هما متعشمين بس. سيبهم سيبهم. مفيش كترت لي في خالتي. معدتي تعبانة أوي. مفيش فكرة. لو هتتعبك سيبيها. لو عايزة تقعد تحكم بس مفيش مشكلة. لا هكسب. اقعد بس انت جاهزة لهم العقاب. بصوا يا جماعة احنا فريق واحد فريقين بس اخويا ليه حتت معينة بيحبها. اديله 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 كل انت. قول انت. مفيش دعوة بينا. أنا جعانة والله مش شبعانة. جعانة قوي وهكسبكوا برضه. حتى لو خلي موتني ما بعشرش هكسبكوا. لا 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 احنا ما نرضاش. لا احنا عايزينك. بس هقول لك حاجة. هتتغلبي. أنت كنت غلطانة برضه. ليه؟ كنت قللت عندك الخل. علي بيحبه. نص ونص.
بذمتكم الترابيزه مش منوره النهارده، قولوا في الكومنتات. منوره بيكم يا جماعه والله. ما بيجوش بقالهم قد ايه؟ كتير. ونخش على امتحانات تاني. بس متهيألي انتوا مجهزين لهم فيديو. روتين. حلو. طب وانا متغفل فين؟ ما تحرقهوش. لايك يا حلوة. لايك يا طعمة. اللحمة جميلة قوي. الجو اليومين دول يا جماعة موت. اجيب لك بطاطس يعني؟ بطاطس؟ لا قدامك. تعالي سكت ليه؟ علي مركز، بص مركز ما شاء الله. امسكوا الخشب، امسكوا الخشب. شفتوا يا جماعة؟ شفنا على الفيسبوك ما شاء الله، ربنا يحميه يا رب. عايزه اقول لكم ان في امثال كتير بتتقال غلط واحنا مش فاهمين ان هي غلط. ها ماما؟ اه. كان ولد زي العسل. اه. الرزق اللي هبل على المجانين و... يعني غلط. الرزق بيد الله مش رزق اللي هبل على المجانين. طبعا. حرام. لا بس بيقولها بطريقه ايه بقى؟ انت يا اختي اللي مش عارفه ايه؟ امثال كتير. هاي الامثال دي. تشربش ميه كتير. يا طلع ايام الجهل. هي كانت الامور عفويه يعني الكلام ده. مش كانت الناس لسه بقى امثال كتير نسياها. كتر السلام يقل المعرفه. لا غلط طبعا. قلت الاكل تخسرنا. لا طبعا. علي بصوا ما يبقى ضد فريق بيبقى اخد الموضوع ايه؟ نعم لازم نتعرف. احنا خلصنا احنا كده. نعم احنا كده خلصنا احنا كده. نعم نعم. جاوبت انا اصلا حته بس. كذابه وربنا. مين؟ حد بعت يا جماعة. راحت. ما باكل لحمة. لا. الاكل جميل جدا يا جماعه والله، بس فعلا مش عارفه بقى اعمل كده ليه. بطني بتتقطع. كل علي كل بياكل وانا معدتي بتتقطع وباكل. انا ناكل وانزل نتمشى انا وانت دلوقتي. تروح فين؟ صح؟ نحن فين؟ تروح للترزي. ودي لعم احمد. البنطلون اتقطع تاني بعد ما عملناه. ده عم احمد عسل. عم احمد عسل؟ اه والله. فين عم احمد؟ استاذ. استاذ خياطه والله. بعد ما عملناه لا ترزي. لا عم احمد ما شاء الله عليه. خد مني بس و زعلانة. هو حلو اللي تحت ده ماله؟ لا عم احمد. احنا
طالعين السلم يا جماعه للترزه. فبعدين ايه لقيت مثلا قاعد ايه في الدور اللي تحت والترز فوق. اهم احمد والله العظيم زي ما بقول لك، بس علي صوته بقى اما يزعق ما يقولش. طلعنا لعم احمد لقينا عم احمد قافل بعد ما عمل فرح. بعدين بقى اتصل بيه ماما مش وقتك يا حاج احمد. مش انت يا عم احمد ما تقوله حاجه. انا وبعدين اتصل بيك انه انت فين يا عم احمد؟ انا واقف قصاد المحل. قال له ثانية وهكون عندك. بص لقيت عم احمد نازل من فوق. من فوق. بصي علي حرمة حرمة ظلمت معايا انا انسحبت. بص هو التحدي على اللي خلص الصينية الأول. لا لا اللحمة. احنا لينا لسه حتتين ودور حتتين لحمة؟ ماشي خدي خدي كمان كمية يا عم خلاص هما كسبانين من أول حاجة. هو هيكون فيها سرقة اللحمة؟ لا معدودين. اتفضلوا معانا يا جماعة. اتفضلوا. دمار الله المية جو حر المية ساعة. الفتة بالخل مش عايزة تحدي، عايزة بقى ايه؟ روقان. خلاص يا حاج علي. خد لنا معلقتين يعني. خلاص يا حاج علي. روح مع مين؟ أنا آسفة. والله يا جماعة من قبل التحدي وأنا معدتي من فوق هنا اسألوه وجعاني جامد، لكن في الفتة أنا باكل. ده حصل. أه والله بجد. من ساعة ما جينا وعمالة تتعبان. كمل علي مكمل. كمل مع مين؟ هتكمل ايه؟ البومك ما تضربنيش بعد التحدي. بقيت ميه. الجو حر بجد. بعمل مجهود. لا وهي عشان كده بقى زودوا اللايكات. وهي في الحر بتبقى بصوا بيجي لها هبوط من كتر الميه. لايكاتهم بقى. مكمل؟ معلقتين فتة. وبكده؟ معايا واحدة. معلقتين أو حتتين لحمة. حتتين لحمة ومعلقتين فتة. الصواني دي بتاعتهم يا جماعة. ها؟ أنا ما بحبش أعاير نفسي. ما لقيت ما عنديش الحجم ده قلت لهم هاتوا الصينيتين دول وانتوا جايين عشان ده الصواني. هنرجع لكم بالعقاب. احنا كسبناهم عشان الصواني معانا. عشان الصواني بتاعتنا. عاملين معاها اتفاق. رجعنا لكم بقى بالعقاب. اللي هنعاقبهم بيه. طلعوا قلبهم قلب خصايا. شفتوا يا جماعه عشان تعرفوا هي ما بتسامحناش هي وهو. احنا بقى سامحناهم عشان هي كمان تعبانه. احنا سامحناهم قد ايه؟ لا شفتي تفتكر ما نسامحهمش؟ لا احنا هنسامحهم عشان هي تعبانه. مش هينفع تاخد حاجه حرام عشان بطنها وجعها فحرام، فاحنا قلنا نسامحها. يلا وعلي كان بيتحدانا لوحده فالموضوع يعني مش وكله ينزل في الكومنتات. ما حدش هينزل. ليه؟ انا عارفه. يعمل اللايك ينزل في الكومنتات. انا بقول ايه؟ ينزل يقول حاجه. ينزل في الكومنتات يعمل لايك. يا جماعه ما تنسوش اللايك. والله يا جماعه وشجعونا بكومنتاتكم الحلوه. وحش قوي 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 كومنتات. هو منين بيودي على فين؟ لا اللايكات وحشه قوي يا جماعه والله العظيم بالزعل. قلت عايزينها تطلع تاني وتطلع كتير شجعوها باللايكات عشان المغص يروح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.